أربعة عقود ماضية من الإعلام العماني جسدها أسبوع الصحافة والإعلام بين أركانه بمشاركة من مختلف المؤسسات العامة والخاصة، وتضمن فعاليات ناقشت عددا من القضايا الصحفية وكرم خلاله العديد من رواد الإعلام. الكثير من القضايا التي نوقشت هنا ومن بينها الآراء التي طرحت حول ميثاق أخلاقي مهني يجمع الإعلاميين، ونعتقد دائما أن مواثيق العمل الإعلامي المهنية تأتي من الإعلاميين وقبلها من الجمعيات المهنية بمشاركة طبعا الأكاديميين في المجال الإعلامي. هناك كذلك طرحت العديد من القضايا من بينها تعديلات بعض بنود قانون المطبوعات والنشر وغيرها من القضايا الإعلامية. معرض الصحافة العمانية غابت عنه المؤسسات الخاصة الناطقة بغير اللغة العربية، إلا أن القائمين عليه أكدوا على نجاح المولود الإعلامي الجديد. حدث يعني حشد إعلامي كبير حقيقة في سلطنة عمان، يحدث لأول مرة نعرف من خلاله عمان للإعلاميين وأيضا للعالم، وبالتالي نخلق كذا شراكة حقيقية جميلة، وبالتالي هذا إن شاء الله الأسبوع سيتحول العام القادم إلى منتدى عماني الإعلامي الثاني، وأيضا من خلال أيضا تكريم رواد الإعلام الذين بذلوا جهودا كبيرة في العقد الأول من السبعينات. تناولت الندوات المصاحبة موضوعات تلامس الواقع وبحثت في آفاق المستقبل، ووقعت خلال الملتقى عدد من اتفاقيات التدريب للصحفيين والإعلاميين بين جمعية الصحفيين العمانية ومؤسسات خاصة. بعد ثلاثة أيام من النقاشات انتهى هذا الأسبوع الإعلامي العماني ليكون في العام القادم منتدى إعلاميا عمانيا ثانيا بإذن الله تعالى. لتلفزيون سلطنة عمان، أحمد بن سالم الكندي، مسقط.